السلام عليكم. احنا نطالب بحقوقنا المدنية، احنا نبي نكون مواطنين، يعني مو دائما بدون. ليه متى بدون؟ صار لنا اكثر من 60 سنة من جيل لجيل. انا هذول بناتي، هذا الجيل الجديد، يعني وين راح يروحون؟ لا تعليم لا طبابة ولا اي شيء. يعني ليه متى احنا بنظل كذي ضايعين بوطننا وضايعين؟ يعني هذه ديرتنا، احنا ما عرفنا ديرة غيرها. يعني هذه ديرتنا الكويت، ليه متى احنا ضالين كذي ضايعين؟ لا كويتيين ولا احنا شيء. يعني كل الناس تعدلت، ليه ما احنا تامين؟ ليه ما الحين احنا بدون؟ ليه متى بنظل بدون؟ احنا نطالب بحق المواطنه، حق التجنيس. يعني هذا التسويف فينا وبعيالنا، ليه متى؟ من جيل لجيل، حتى عيالنا لما يكبرون قاعد ينتحرون، قاعد يتجهون الى اشياء اخرى. يعني احنا نبي نكون عيالنا جامعيين، دكاتره، نبيهم يكونوا مهندسين، محامين. ليه متى؟ حتى المدارس مو متحملتنا، يعني حتى مدارسنا مو ذاك الزود، يعني ما حد معترف علينا. حتى عيالنا اكثرها قاعد تبسط رقي، ما حد قاعد، يعني حتى لما ياخذ ثانويه عامه ما راح يشتغل فيها، راح يبسط رقي او راح اي شيء يشتغل ثاني. يعني ما في حتى اشغال لنا. ليه متى احنا هذا التسويف بقضيتنا؟ ليه متى يعني كذي احنا؟ انا هذول بناتي يدهم عنده اوراق هني بدار المعارف، كان يشتغل زين، عنده اوراق بدار المعارف وقديم، وكان عنده الوصل، هم بعد عنده الوصل انه هو ياخذ 8 ربيات. يعني ليه متى؟ كل هذا أوراقنا قديمة، قبل 65 وال65 وبعد 65. يعني عطونا على الأقل حقوقنا المدنية، إحنا نبي حق المواطنة. يعني ليه متى نظل كذي؟ ليه متى يعني كذي قاعدين؟ ليه متى هذا يعني حالنا؟ حتى شبابنا قاعد يضيعون جيل ورا جيل، ليه متى يعني كذي؟ يعطيكم العافية.